بعد التحقيق الذي نشرته قناة الجديد عن ازدواجية الخطوط الخلوية لمجموعة شبكة الاتصالات الملونة التي عرضها الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عاد القاضي جريم كاميرون عن خطئه في الرقم الأخضر الذي ينتهي ب 300، وكان الادعاء قد نسبه إلى سليم عياش مصححا الرقم وعازيا السبب إلى خطأ مطبعي. لكن على إحدى الشفافيات كان الرقم خطأ ويظهر 3150300 وهو رقم خطأ. صاحب الرقم المنتهي ب 300 بعد توضيح الخطأ من قبل المحكمة تنفس الصعداء ووافق على كشف هويته وإجراء مقابلة. هو خليل حرب، موظف ولديه عائلة، عاش أسوأ أيامه في الفترة الممتدة بين ظهور رقمه على شاشة المحكمة الدولية إلى حين تصحيح الخطأ من قبل الادعاء لديها. يعني أنت اليوم بدلت حالتك النفسية يمكن 100 قلبت من جحيم لغير شكل، أنه كنت قاعد عم بحضر تي في وشفت الرقم فتوترت على الآخر وشغلي منها هينة، وكنت خايف تطلع حتى تعطي مقابلة، وطلبت مني أطلع أعطي مقابلة ما طلعت. وبالحقيقة لما أنت عرضتي كمان الموضوع بالريبورتاج تبعك إجاني حوالي 100 اتصال بالليل، منه عملوني بطل ومنه شرشحوني، فكل فريق خليني انتمي للي هو بده اياه. يعني شيء بطل قلت لك شيء شرشحني بمسخره وبتهكم، حدا قال لك انت نكته ال 2014؟ صحيح، ثلاث ايام مش نايم، انه تهمه منا هينه وبالاخص من اكبر محكمه بالعالم بتاريخنا. شفت المحامي المدعي العام طلع حكى هذا الشيء كبر قلبي وحسيت يعني انه حقي وصل لي، مع اني تبهدلت وتشرشحت، حطيت بوضع محرج جدا. يعني ما تاخذيني، انا من صيدا وبيئتي صيدا، وشي يعني نظرة العالم لإلي بهيك وضع تختلف عن أي واحد بمنطقة تانية، كونها منطقة الشهيد رفيق الحريري اللي منحبه ومنحترمه الله يرحمه. خليل أكثر ما يهمه تعويض القلق الذي عاشته عائلته وأهله، وقد يتجه إلى رفع دعوى قضائية. احتفلت أنت وعائلتك؟ فتحت أنين شامبين. فتحت؟ وش بدك تعمل هلأ؟ أنه في شيء بدك تعمل؟ في عطل وضرر صار علي وعلى سمعتي، وأنا موظف ورقمي ثاقبت أنه سهل، يعني اللي شافه بيعرف أنه هيدا رقمي، يعني أنت بتعرف أنه رقمي سهل. فكتير إجاني اتصالات من معارفة غير الاتصالات اللي إجتني كومنتس من العالم، فأكيد بدي أتابع الموضوع تعرف تحصل حقي على القليل يعني العطل والضرر اللي صابني. المدعي العام اعتذر وقال أنه هيدا خطأ مطبعي، بكفي بلبنان؟ أنا عم بسألك صرت، بدي أتشاور مع حالي ومع المحامي تبعي، وبدي شوف كيف بدي حصل حقي المعنوي بهيدا الموضوع. ما بكفيني إنه طلع اعتذر عن هيدا الرقم اللي سبب لي كتير أمور إحراج بين أصحابي وبين أصدقائي، قلت لك وسبق إنه الرقم تبعي سهل ومعروف من بين أصحابي. إذن واحد فقط من الأرقام تم توضيحه، فماذا عن بقية الأرقام؟